السلام عليكم، راح نزيد لكم التوضيحات بارابور لارناك دو لارتيكل 21-14. بون، اول حاجه واش لازم تعرفوا باللي انسان كي يطلب الجنسيه بار فيلياسيون، درتو طلب بعثتوها بول دو ناسيوناليتي اي فوز اون ريفوزي لا ديليفرانس دان سيرتيفيكي دو ناسيوناليتي، على اساس هما الإدارة راهي تقول باللي راك وضرت الجنسية. ما أول حاجة، الإدارة ما تقدرش تحكم في بلاصة الجوج، هذه تسمى راهي إدارة راهي مدت رايها. سان فو با دير باللي راك خسرت الجنسية تاعك، باش تخسر الجنسية تاعك obligatoirement لازم يكون عندك ان جوجمون، لو كان يخطيك لو جوجمون تسمى راك ما ودرتش الجنسيه تاعك. واش يقول لك لارتيكل 21-14؟ يقول لك لي بيرسون كي اون بيردو لا ناسيوناليتي فرونسيز، ناس لي ودروا الجنسيه فرنسويه بالتطبيق الماده 23-6، او à qui a été opposée la fin de non-recevoir tsma mahbouch yedrsou le milf tak par un jugement du tribunal. Lazm ykon andek un jugement du tribunal. Le jugement du tribunal qui ykhrej lek le jugement ta le mahkama belli rak khsart el jinsiya tsma vous n'êtes plus français, andek des parents qui sont français mais vous vous n'êtes plus français. Le mahkama تاع فرنسا او المحكمه تاع الجزائر كي تروح انت للاداره تعطي لهم ملف، ما يقبلولكش الملف تاعك في الاداره، واش دير؟ تروح تطلب الحقوق تاعك على يد المحكمه. هذه هي دركا كي الاداره كي تقول لك انا ما نمتش، سان فو با دير بلي ما عندكش حق. الإدارة تخدم كيما تحب، سورتو هاد اليامات دركا هم قاعدين يزيرو في الحلم، ماهمش حابين يمدو لي سي إن إف. بصح توضيح تاع اليوم على جالواش راني رجعت عليها قداش المرة وراني زايد نرجع عليها اليوم. لارتيكل 21-14 باش يكونوا في علمكم بلي هو مش حقوق، هذا لارتيكل 21-14 تسمى مزية. ملي كنتو نتوما تابعين وزارة العدالة هي اللي تعطي لك سي ان اف حقوق تاعك، خاطر ماش عليك موليك فرنسيس، تولي انت تسمح في الحقوق تاعك وراح تطلب المزية تاع وزارة الداخلية، خاطر ما الجماعة اللي راهم تابعين لارتيكل 21-14 كي يحب يدير الطلب تاعو اون ديكلاراسيون دو ناسيوناليتي لمن راح يديرها؟ هاي تروح لنونت، ما عادش تروح لباريس. وكي تحب دير لا دوموند تاعك، لا دوموند تاعك هي تفوت على القنصليه، القنصليه قبل ما يبعثوا لا دوموند تاعك واش يديروا؟ هم يكونفوكيوك، تروح عندهم تزيد تخلص لونجيسترومون تاع الملف تاعك 55 أورو، بعد ما تسلك تسجيل تاع الملف تاعك في القنصليه، القنصليه راح يسقسيوك، يشوفوك تعرف تهضر بالفرنسويه، ما تعرفش، يسقسيوك شما عندك موليك في فرنسا. دو توت فاسون اول 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 حاجه راحين يديروا لك اختبار تاع اللغه الفرنسويه والتاريخ تاع فرنسا. لكن كيما راني نشوف في لي باج فيسبوك وفي لي شان يوتيوب نص الكبير قاعدين يكتبوا لي بالعربيه. كي تروح انت تسمع في الحقوق تاع الجنسيه تاعك وتروح مباشره تطلب الجنسيه الماده 21-14 وانت ما تعرفش تهضر فرنسي، داير في بالك باللي رايحين يطيشوا لك الملف تاعك 100%. زايد على هذيك قلنا باللي لارتيك 21-14 راهي مزيه موش حقوق، ما عندكش حق تريكلامي. دونك الملف اللي درتو النهار الاول كي يقولوا لك عندك حق باش تطعن امام الاخر المكتب تاع الجنسيه تاع باريس، او تروح تطلب المساعده القضائيه، او تروح دير افوكا
باش يدافع على الحقوق تاعك، هذه هي الطريقه الصحيحه. علاش؟ خاطر ماش قاعده دائما في الحقوق. زايد وقتاش تروح تقدر تروح لارتيك 21-14، تروح في حال توان يكون عندك جوجمون، هذه اللي لازم تفهمها. ما عندك جوجمون جوابه ويجيك 100% رفوزي، والكفريه تاع لي زيسكرو قاعدين يدوخوا فيكم في الانترنت. يقول لك اللي بعثوا له رفو دو سي ان اف على حساب الماده 30-3 ولا على حساب الماده 26-3 بلوتو 23-6، هذوك خلاص طفرت فيهم، هذه راهي كذبه. عندنا ناس موجودين في المروك، في تونس، في الجزائر، عندنا حتى من لاكوت ديفوار كتبوا لنا وكل شو داروا الطعن تاعهم وناجحين. ناس يا اخي هما يقولوا 62-2012، ناس راهم داو الجنسية 2013 وداوها 2014 وداوها، وكاينين حتى اللي داوها 2021. هاد الناس هادو اللي يقول لك طفرت فيه، قولوا لهم يفهموكم كيفاش كي عاد 2012 حبسوهم، واللي داو بعد 2012 كيفاش. كاينين حنا عندنا يعني لا غالب عندي قداش الملف تاع الناس اللي داو الجنسية تاعهم على يد لافوكا. بيان سور لي زافوكا فيهم وعليهم، بصح الانذار تاعي اليوم عندكم زوج طريقات راحين تطلبوا الجنسيه، عندكم الجنسيه تاع الحقوق تام، وعندكم الجنسيه تاع المزيه، واش راح تخير؟ كيفاش الحقوق تاعك ما حبوش يمدوهولك وراحين يمدوهولك بالمزيه؟ هذه هي قست وين راح توزني. زيد بزياده راك طلبت الجنسيه على حساب الماده 21-14، هاك طلبتها بون، رفزولك واش راح دير؟ كي رفزولك واش راح دير؟ لازم تطعن، لازم تشوف تريبيونال، لازم دير افوكا. دونك الانسان هذا اللي يقول لك سي با لا بين ديرو منه وكل شيء، لا افوكا لا مساعده قضائيه لا والو، يدي تروحوا طيشوا روحكم في الارتيك 21-14 راحين تاكلوا دروسكم. هذا واش راح نقول لكم اخوتي، رايحين تقلعوا الجنسيه نهائيا، خاطر ما شايف فيها بياج. لكن انت نهار الاول عندك الحقوق باش تطلب الجنسيه تاعك، والاداره ما بغاتش تمثلك، وتروح تطلبها على الارتيك 21-14 بلا ما تطلب الحقوق تاعك على يد المحكمه، الجواب تاع لو بول دو لا ناسيوناليتي ما فيهاش الرجوع. غدوه كي تبعث الدوسيي تاعك للنوت ويرفزولك، تولي تفيق تقولك بابا بابا واش زاني ندير لا دوموند هذه، اوا نعاود دوموند جديده ونطلبها بار فيلياسيون، بصح ما عادش يقبلولك. يقولك انت ما بغيتش تطعن النهار الاول، رحت طلبت الجنسيه 21-14 ما حبوش يعطيولك، طفرت، ما تقدرش ترجع اون اريير. تسمى شغل انت راحين يعطيولك موس، تروح تذبح روحك. كما قلت لكم عندكم دو ريكور، لو ريكور او تريبيونال فيا لاد ان افوكا، ولا تروح دير المساعده القضائيه، ولا دبر راسك. كل واحد عنده طريقه كيفاش يطلب الحقوق تاعو. كان اللي قاري يقدر يطلبها روحو، كان اللي موش قاري يقول كان نروح نعاون روحي بلافوكا. هذه ماهيش خدمه اكريفان بوبليك، ناس دي افوكا كومبيتون اللي عندهم 20-30-40 سنه خدمه في هذا لو دومين، وكي تهضر معاه يقولك سي كومبليكي، هو بعد صعيبه، سي دوفوني تري ديفيسيل بور اوبتينير ان سي ان اف، سورتو عن الانسان اللي قاسو لارتيك 30-3. لو كان ما يكونش ان افوكا حافظ دو ا زد، ويعرف كيفاش يهضر، ويكون بسيكولوج، ويعرف كيفاش يدير لا بليدواري تاعو، راك ما تجيبش الحقوق تاعك. هذا افوكا جاوري دوريجين دو سوش عايش في فرنسا ويقول لك صعيبه، وانت واش دير؟
تروح عند ان اكريفان بوبليك ما يقدرش يكتب لك بريه بدون ما يدير الغلطات اللي ما يديروهمش لولاد صغار تاع فرنسا مولا 6 سنين. مالا هذا سي ان افيرتيسمون، كل واحد حر تحب دير المساعدة القضائية وتطلب الحقوق تاعك، تحب ما تطلبش المساعدة القضائية وما تديرش افوكا، تروح مباشرة دير طلب على يد القنصلية، دير في بالك باللي الطلب تاعك على يد القنصلية وموش حقوق، راهي مزية. ولا كان طلبت السي ان اف تاعك، لا كان طلبت يعني باش دير لا ديكلاراسيون دو ناسيوناليتي على اساس باباك ولا مك ولا جدك عندهم لا ناسيوناليتي فرونسيز وتحب تلحقهم، ما يمدها لكش حقوق. هذه راهي ترجع مينيستر دو لانتيريور هو، حتى ولو كان دوسي تاعك يكون مركب بالبيتون، واش مفايده عنده فيك؟ هو يقول لك، هو يقول لك يفو افور دي زاتاش كولتوريل تري تري فورت. هذه الحاجه الاولى، لازم تكون كراك في اللغه الفرنسويه، لازم تكون كراك في الاخر في التاريخ تاعهم، لازم على الاقل، على الاقل كي يسقسيوك يقول لك انت واش تخدم، تقول لهم انا راني في الشوماج، واش يدير بيك؟ يقول لك انت كش ما عندك مواليك في فرنسا، تقول لهم لا انا عندي مو جاوريه بس عمرها ما عفست فرنسا وهي ساكنه في الجزائر. يقول لك واش تعرف من فرنسا؟ وقت جيت لفرنسا شحال عشت فيها؟ اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا، يعني يلقاو لك السبه باش يطيشوا لك الملف تاعك. زايد على هذه الجواب تاعهم، هم يجاوبوك ما يجاوبوكش بالاقل 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 تزيد تسمع عامين اخرى مع الاخر، على الاقل لا مع الاخر يقول لك ما نمدش، هذا في حاله وين يجاوبك، وقادر ما يجاوبكش. قداش الواحد اللي دومونداو على الارتيك 21-14، تقدروا عندكم لي باج فيسبوك، عندكم لي شان يوتيوب، عندكم انستغرام، روحوا ديروا البحث تاعكم. كش ما كاين واحد من لافريك، من لي زافريكا اللي راهم عايشين اون افريك، باش ما نهضروش يعني غير الجزائر، لي عطاو له الجنسيه 21-14، ما كانش باش يعطيو لك الجنسيه على الفكره هذه. فوا فوندو دي سيرفيس على فرانس، او يلقاو فيك فايده كبيره. بيان سور لو كان تقدم عندهم تقول لهم انني راح نحل شركه ونخدم 100 جاوري يمدوها لك هذيك سون بروبليم، بصح مادام راك تشكي وتقول لهم انني الجزائر ما عجبتنيش وانا نحب نروح لفرنسا باش ندير حياتي وكذا وكذا، ما يمدولكش. هذه راهي مزيه من عندهم. دونك ما هذه يعني نزيد ننظركم، ما تروحوش للارتيكل 21-14. والناس اللي فاتوا المساعده القضائيه وفاتوا داروا لهم جلسه كي رفضوا لهم لو سي ان اف وحكموا عليهم، عندهم حكم نهائي باللي خسروا الجنسيه، او عندهم حكم تاع العداله ما حبتش تقبل الدوسي تاعهم، هذه يسموها لا فان دو نون ريسيفوار. لا فان دو نون ريسيفوار، تروح تطلب المساعده القضائيه يعطيولكم، بعد تبعث الملف تاعك على يد لافوكا، مع الاخر يعاودوا يطيشوا لك الدوسي تاعك، يقول لك نو سي اون فان دو نون ريسيفوار، هذه ثاني لازم لها، لازم لها جوجمون. دونك كي يكون عندك جوجمون هذا، سما خلاص نحاولك الامن، خسرت الجنسيه تاعك، باش هذيك الساعه تولي تنقز الارتيكل 21-14. الارتيكل 21-14 شكون اللي يستفادوا بها؟ يستفادوا بها الناس اللي راهم ساكنين في فرنسا وعندهم لا ريزيدونس في فرنسا، ثم يقدر يطلبها على حساب لا مونسيون هذه، على حساب الارتيكل 21-14. هذوك فيها سكون ابل 50-50 50% 50%، خاطر ماشي لسان باش يمدوها له. كيعود ساكن في فرنسا لازم يكون خدام بالاقل عامين،
لكن لي شومور الناس راهم ساكنين في فرنسا مدة 40 سنة عمرهم ما خدموا وطلبوا الجنسية وما عطاوها لهمش. هذه يعني شكون اللي يمدوها لهم الجنسية؟ يمدوها للناس اللي عندهم دي بارون فرونسي واش كاين ساكنين في فرنسا، تسمى ما تقيسهمش لا بوسيسيون ديتا. لكن ما عطاوها لهمش وما يعطيوها لهمش غير على الارتيك 47 برك. الارتيك 47 تسمى لا ميزاجور تاع ليتا سيفيل تاع الجزائر. دونك اخر مره نهضر على الارتيك 21-14 وعلى دوموند دو سي ان اف بار فيليياسيون. لا دوموند دو سي ان اف بار فيليياسيون راه حق، عندك حق باش تطلب الجنسيه تاعك على حسب باباك ولا مواليك ولا جدك ولا vous êtes ce qu'on appelle français par filiation de souche. Homa gdemo عندك l'article 30-3 عندك حق باش دير avocat. لو كان ما جاش عندك حق ما يقولكش روح دير avocat. هما عندهم خبر فرنسا حتى ولو كان كيحبوا يمدوا لك السي ان اف ماهمش راحين يمدوها لك بالسهله، هم يديروا لك لو ماكسيموم دو بروبليم. دائما دائما يقول لك لا كان تحتمت، خاطر ما فرنسا راهي بلاد حقوق، كي تطلبها انت ما يمدوها لكش، بصح كي تطلبها على يد لافوكا لافوكا ما يقدروش يتمسخروا به. كما قلت لكم فرنسا بلاد الحقوق، لا لوا تمشي. دونك اوتوماتيكمون لافوكا كي راح يقدم الملف تاعك الاخت الخشب هذاك راهي ما تمشيش. كيما نتوما اللي درتو لي دوموند دو سي ان اف لو بورت لا ناسيوناليتي ولاو يجاوب غير بالاخت الخشب. عندنا اخرين المثال تاع واحد المراه عندها امها قاوريه وبعثت الملف تاعها ومنا وما عندها حتى مشكل، بعد 3 سنين جاوبوها قالوا لها باباك ما عندوش الجنسيه. سبحان الله كيفاش انني دومونديت الجنسيه على ما دومونديتش على بابا، بس كي حبوا يتمسخروا بها ما جبدوش امها خلاص باش يحتموا عليها باش ديغوتي سوا تبطل سوا دير ان افوكا باش على الاقل فرنسا تستفاد بالصور ديال الافوكا هذاك. باسكو فرنسا راهي بلاد الغرامه، وعلى بالكم باللي فرنسا اي تحريكه راهي بالصور. دونك هذه هي اخر مره نقولها لكم لارناك هذه تاع لارتيك 21-14. ماذا بكم بارطاجيوها؟ لكن الناس ماهمش سامعين بالامور هذو وقاعدين يكلحوا فيهم ويبلعطوا فيهم ويقولوا ارواح وكلش. هذا اللي يدخل على الارتيك 21-14 راح يضر حياته كامله، خاطر ماش ما يكونش عنده حق باش يرجع الاصل. الاصل عنده حق يولي يسمع في حقه باش يروح للارتيك 21-14، هذه ما دخلت في راس حتى واحد. دونك كما يقولك طونك إليا دو لا في إليا دو لسبوار. كما العسكر كي تخسر اون باتاي سان فو با دير بلي راك خسرت الحرب. هم قداش واحد اللي رفزوا لهم على الارتيك 30-3 طعنوا راحوا داروا لي دوموند تاعهم. كان اللي دار لي زافوكا، كان اللي دار دوموند جوديسيونيل، كان اللي ما يعرفش خلاص يروح يشوف ان جوريست يقولوا انا ما نعرف والو خويا هاك الملف تاعي دبر راسك قول لي شحال الحقوق تاعك درك نعطيلك وجيب لي حقي برك. ليسونسيال الطلب تاعو كي يمشي على اساس حق، ما يروحش على اساس مزيه. هذا هي خاوتي ونقول لكم السلام عليكم. فيت اتونسيون افو و ا تري بيانتو ان شاء الله. اوفوار.